عليكم ورحمة الله. الكثير مننا يشتري بطارية جديدة وأقل من سنة تخرب عليه. أي سبب؟ أي سبب أكثر البطاريات تكون مخزنة، وعندما تخزن تنقص حقها الشحنة، تكون الشحنة ناقصة، فلما تركب على السيارة ما تدوم معك. الحل انك تاخذ البطاريه الجديده تركبها على شاحن، تشحنها اقل شيء ساعه ونص ساعتين، مش مشكله. هذه عن تجربه، تشحنها ساعه اقل شيء ساعه الى ساعتين تشحن على الشاحن، ما بتفكر اطلاقا. نجرب هذه وركبها على السياره، اقل شيء سنتين تروح معك على السياره، هتعيش اكثر. البطارية أول شيء بتجيب من المصنع، بتجي شحنتها مثلاً 90%، تقعد في المستودع أقل شيء تقعد أشهر في المستودع وفي المحل، وهذه بتكون حقها شحنة 70% 60%. هذا هو سبب عطل البطارية. جربوا وإن شاء الله تدعوني.